مساء التواصل الإيجابي من الأرض إلى عالم الفضاء وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المريخ إلى الشمس والقمر والنجوم. قناة المسبار عبر اليوتيوب مع سعيد وسعود في أديالا، ونتعرف عليهم. وياكم سعيد القرقاوي، أنا من مواليد 24/4/1993. درست إدارة وعلم نفس في الولايات المتحدة. هوايتي تشمل الرياضة، خاصة الجري والسباحة، ومكان عملي هو في مركز محمد بن راشد للفضاء. وحين بعرفكم على ربيع سعود. تفضل. أهلا وسهلا بكم، معكم سعود كرمستجي من مواليد 23/11/1989. درست علوم الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، ولك أكثر شيء أقضي وقت فراغي إني أمارس الملاكمة التايلندية اللي يسمونه الموي تاي كيك بوكسينج. كيف بدأ عشق عالم الفضاء في حياتكم، وكيف اكتشفتم حب التعمق فيه؟ هل كان هذا الحب من الطفولة؟ نحن بدينا وما زلنا باحثين لدى فريق البحوث الاستراتيجية في مركز محمد بن راشد الفضاء، والمعني بتقييم قطاع العلوم والتكنولوجيا ووضع خطط واقتراحات لسياسات التي من شأنها تطور وتعزز الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات. وكذلك نحن من ضمن الفريق التخطيط الاستراتيجي لمشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ أو مشروع مسبار الأمل، ومسؤولية هذا الفريق ويتعلق بالتعليم والتواصل الاجتماعي لهذا المشروع، ويهدف الفريق ببناء كفاءات والقدرات في قطاع العلوم والتكنولوجيا وإلهام الأجيال القادمة في الخوض في هذه المجالات. تعتقدون أن يقدر الإنسان يعيش على سطح المريخ؟ يلقبون كوكب المريخ بالكوكب الأحمر لأنه مغطى بجزيئات صغيرة من صدى الحديد، ومثل ما تعرفون أن صدى الحديد لونه أحمر، ولهذا السبب لون كوكب المريخ أحمر. فخلونا نشوف بعض الحقائق عن كوكب المريخ اللي تم اكتشافها لليوم. كوكب المريخ له العديد من القنوات والسهول والوديان على سطحه، والمشابهة للوديان اللي موجودة على كوكب الأرض. هذا يدل على وجود المياه في كوكب المريخ سابقاً. من المعروف أن كوكب المريخ أصيب بعواصف رملية باستمرار، لدرجة أنها تغطي كوكب الأحمر من كامل. وقدرنا أن ندرس الكوكب الأحمر بسبب البعثات العلمية اللي أرسلتها البشرية من الروبوتات والمسابير. خبرونا أكثر عن قصة قناة المسبار على اليوتيوب، وشو كان الهدف منها؟ نحن بدينا فكرة برامج المسبار كنتيجة لثلاث تحديات نواجهها في مشروع مسبار الأمل. والتحديات هي أن الفريق التخطيط الاستراتيجي للمشروع فريق صغير، إمكانياته محدودة، ونطاق مشروع مسبار الأمل واسع كما حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فأن الهدف مش مجرد الوصول للمريخ، الهدف أكثر من هذا بكثير. الهدف هو إلهام وإهداء الأمل لكل من يحتاجه على وجه الأرض، وخصيصا في الوطن العربي. نحن لا نعرف اليأس ولا المستحيل، فلهذا كان الاختيار على الاسم مسبار الأمل. دولة الإمارات في خطوة تاريخية تطلق مسبار الأمل. وهدفنا برامج المسبار هو تبسيط ووضع العلوم والتكنولوجيا في متناول أيدي الشباب العربي. فبرامج المسبار يتألف من حقائق وتجارب علمية ومثيرة، وبإمكان المشاهدين أن يشاركون هذه المعلومات والتجارب مع أهاليهم وأصدقائهم، وكل هذا عشان نشجع حب التداول والنقاش في هذا المجال. صور المستخدمة في خرائط جوجل يأخذونها من خلال الأقمار الاصطناعية، تنبؤ بحالة الطقس، المكالمات التليفونية يوم تكونوا على الطيارة، تحديد المواقع على الجي بي اس في السيارة وفي التليفون، وطبعا الكثير من البحوث العلمية في الفضاء والزلازل ورصد التلوث، وإلى آخره كلها تعتمد على الساتلايت. هناك تعاون بين قناة المسبار وأيضا شركة خرابيش، خبرونا عن هذا التعاون.
نحن في منطقتنا لاحظنا أن عندنا نقص في الثقافة العلمية وكما تسمى Science Literacy، بما أن اقتصادنا وحياتنا كلها مبنية ومحاطة بالعلوم والتكنولوجيا، لكن فهمنا واستيعابنا لهذه التكنولوجيا ضئيل. لكن بعد دراسة الفريق لمختلف الطرق لتحقيق هدف مشروع مسبار الأمل، وصل الفريق لبرامج عدة، واحدة من هالبرامج هي فكرة برنامج المسبار. ومن الصدفة أن شركة خرابيش الإعلامية كانت تبحث لبرنامج تعليمي، فلهذا السبب تواصلنا وياهم عشان نقدر ننتج برنامج المسبار على اليوتيوب. يا ترى شو بيصير بالكرة الأرضية لو توقفت عن الدوران لمدة ثانية واحدة فقط؟ كلنا نعرف أن كوكبنا الأرض يدور حول الشمس، لكن أيضا يدور حول نفسه، وهذه الحركة تسبب الليل والنهار. الأرض تكون منورة يوم أشعة الشمس تصيبها بشكل مباشر، وتكون مظلمة لما جسم الأرض يحجب أشعة الشمس عنا ونكون في الطرف الآخر. لكن شو بيستوي برأيكم أنتو لو توقفت الكرة الأرضية عن الدوران لمدة ثانية واحدة؟ نحن بدينا ويا الفضاء لأن مجال الفضاء يشمل أغلب العلوم والتكنولوجيا اللي نحن مستنفعين منها اليوم، لكن قلنا بنستخدم هذا المجال عشان نقدر ندخل كافة المجالات العلمية والتقنية. نحن من فترة قصيرة بادين مع البرنامج، واختصاصاتنا ليست بالسوشيال ميديا فقط، نحن يسين نستخدم طرق التواصل الاجتماعية كوسيلة للتفاعل والتواصل مع الناس بشكل مباشر، وعشان نقدم لهم كل هالمعلومات ونحسن من معرفتهم في هذا المجال، وحابين نشوف من الناس أنه يسألونا ويشاركونا بما تثير من اهتمامهم. تدرون أن القمر يبتعد عن الأرض بمقدار 4 سنتيمتر كل سنة؟ فتخيلوا وياي شو إذا في ليلة من الليالي اختفى علينا القمر؟ القمر اللي نشوفه في السماء هو القمر الطبيعي الوحيد للأرض، وهو أسهل جسم سماوي نقدر نشوفه بالعين المجردة في الليل، ويعتبر قمرنا خامس أكبر قمر في نظامنا الشمسي، والقمر ياخذ له 27 يوم لتمام دورة كاملة حول الأرض. وعلى فكرة تدرون أن احنا دائما نشوف وجه واحد من القمر، وهو أسهل رؤيته يوم يكون منور. يبعد القمر عن كوكب الأرض بحوالي 400,000 كيلومتر، يعني كأنك سافرت من دبي إلى اسطنبول 100 مرة، وهذه روحة ورجعة، أو كأنك ركبت 450,000 من برج خليفة فوق بعضهم. تخيل، كنت تعرف أن أول رحلة إلى القمر استغرقت 3 أيام في عام 1969، وهذه كانت بسرعة 40,000 كيلومتر في الساعة، وهي السرعة المطلوبة للخروج من جاذبية الأرض. ما هو عدد الحلقات التي تودون إنتاجها من برنامج أو قناة المسبار، وشو أهم المواضيع المطروحة فيها؟ لين حين نزلنا 7 حلقات، وبدينا بأول حلقة اللي هي كانت عن القمر الاصطناعي ودبي سات 1، وتكلمنا عن القمر الاصطناعي الإماراتي دبي سات 1، وما شاء الله كان لك إقبال وايد كبير، لأن تقريبا وصلنا 70,000 هي تقريبا، فأظن الناس استانسوا فحبوا أن في برنامج تقني وعلمي، لكن بنفس الوقت الناس تقدر تستوعبه وتقدر تفهم، لأن هذا البرنامج جديد من نوعه، فحاليا أكثر البرامج اللي عندنا مش وايد متعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، فهذا تحدي كبير لنا كأشخاص وكمركز، حتى تحدي كبير لنا، وإن شاء الله إن شاء الله مع مساعدة الناس في الإمارات وفي الوطن العربي إن شاء الله بنحقق هذا الهدف. إذا توقفت الكرة الأرضية عن الدوران لمدة ثانية، فإن رد الفعل بيكون كارثي لكل شيء، يعني أي جسم مثبت على الأرض بيتحرك نحو الشرق، وطبعاً الاحتمال كبير أن كل شيء بينتهي على الكرة الأرضية. السبب هو أن الأرض يدور حول محوره بسرعة تعادل 1,700 كيلومتر في الساعة، وإذا توقف كوكبنا فجأة عن الدوران ليصبح صفر، فإن كل شيء بينطلق باتجاه الشرق بهذه السرعة. كل شيء بيطير إلا على الدراجة ودراجته،
إلى القارب يقاربه والآخر. شو اللي خلاكم تبدؤون مشواركم في التواصل الاجتماعي مباشرة من اليوتيوب مو بتويتر أو إنستغرام؟ نحن سبب من الأسباب أن اخترنا يوتيوب أن نحن كنا نسير الكثير من الجامعات والمدارس ونلقي خطاب ونشرح لهم نسوي لهم اللي يسمونه ورش عمل. فوايدين كانوا يطلبون مننا مثلا نسير مدارس وجامعات مختلفة وعديدة، بس نحن وقتنا محدود نسبة باقي الناس على وجه الأرض، فانجبرنا نختار شيء ثاني كقاعدة يعني الناس اللي يتوجهون له ونروح نقدم لهم نفس المعلومات ونفس الرسائل. فالحمد لله أحس أن اختيار اليوتيوب بيكون عنده مثلا مشاهدة أكثر، يعني نحن ما زلنا نسير جامعات ونسير مدارس وعندنا ورش عمل، بس أن فكرة برنامج اليوتيوب نحس أن نقدر نأثر في أكثر، يعني يوسع نطاقنا يوسع نطاقنا. وأنا تعليق على اليوتيوب من المتابعة سارة علي بتسأل كيف يثبت القمر الصناعي في مدار معين ويدور حول الأرض؟ في الواقع قدرة الأقمار الصناعية للحفاظ على مدارها يأتي من بين عاملين، سرعته والجاذبية بين الساتلايت والكوكب اللي يدور حوله، وكل ما ارتفع المدار كل ما احتاج لسرعة أقل، والمدار إذا اقترب عن الأرض لازم القمر يطير أسرع عشان ما يوقع أو يتفك. كيف توصل الأقمار الصناعية للفضاء ومدارها؟ الجواب صاروخ. يتم إرسال القمر الصناعي إلى الفضاء على رأس الصاروخ، وللعلم السرعة اللازمة لخروج الجسم خارج نطاق الجاذبية تسمى بسرعة الغروب وتقدر بأربعين ألف كيلومتر في الساعة، وهي سرعة كبيرة جدا، يعني حوالي 10 مرات أسرع من طلقة الرصاصة. شو بالنسبة لباقي قنوات التواصل الاجتماعي؟ هل حابينكم تتمون على اليوتيوب ولا بتنتقلون للسناب شات والبريسكوب؟ نحن اخترنا اليوتيوب لان انت لو تلاحظ الناس في المجتمعات الثانيه يوم عندهم اي سؤال سيدي، يعني في السابق كان جوجل هو محرك البحث لك اكثر الاسئله، الحين الناس متعودين للمرئيات والصوتيات فسيدي يدخلون على اليوتيوب. فنحن دخلنا اليوتيوب بنفسنا، حاولنا نكتب اشياء كلمات علميه وتقنيه بالعربي ونشوف شرح ومعلومات عنها، للاسف هذا الشيء كان قليل جدا يعني بالنسبه للغه العربيه، لو تكتب باللغه الانجليزيه بتلاحظ في كثير من المعلومات. والسبب الثاني اخترنا يوتيوب لان المقاطع اللي تروم تحطها ما عندك يعني كميه محدوده، مثلا عندك في تويتر عندك كم في تويتر؟ في تويتر يعني 140 يعني كاركتر، ف وعندك 30 ثانيه فيديو، وحتى هاي 30 ثانيه حتى الحين توم حاطينه، بس حتى في انستغرام كان 15 ثانيه، لكن يوتيوب تقدر تسوي كحلقات وكذي. فحتى ان كنا يعني حد سالنا قبل ليش ما سويته في التلفزيون مثلا، فقلنا لهم ان مثلا في وادي الناس ما عندهم مثلا ديسكفري ما عندهم قنوات معينه، لكن اي حد عنده انترنت عنده يوتيوب، فعشان شي بدينا ويا اليوتيوب وتونا بادين. ف يعني الحين نحن نختبر عمارنا، نختبر شو الناس تحب ونحن وياهم، وحتى المواضيع اللي ياسين اقترحها مواضيع مختلفه جدا. انتوا يعني انتوا ان شاء الله تدخلون مسبار تي في بتشوفون مواضيع مختلفه من يعني كل حلقات، حتى عندنا مثلا موضوع من المواضيع شو بيحصل لك مثلا لو الشمس اختفى عن الوجود او لو الكره الارضيه توقفت عن الدوران، ولا حتى عندنا التصوير في الليل، هي كيف تصور في الليل، كيف تصور النجوم في الليل. حابين تاخذون صور للنجوم في الليل؟ خلونا نراويكم كيف. نحن في مجرة درب التبانة، وهذه الصورة هي اللي التقطها تلسكوب هابل من ناسا، وأكبر وأوضح صورة على الإطلاق لمجرة أندروميدا، وهي أقرب مجرة إلنا ومعروفة باسم ميم 31. في أشياء قليلة وبسيطة لازم أنتوا تجهزونها قبل ما تطلعون تصورون النجوم، ولكن أهم شيء هو أن تطلعون برا مدينتكم عشان أضواء المدينة تأثر على أضواء اللي جاية من النجوم. بالنسبة لمواضيع الحلقات اللي تقدمونها من وين تجيبون أغلب أفكاركم؟ نحن قبل ما نبدأ أي حلقة من حلقات برنامج المسبار نبدأ كسكريبت أو ملف ونحن وشيرت مع الفريق، فيبدأ حتى كيكون عصف ذهني، تعالوا نحن شو نبغي نتكلم، شو شيء يخلينا نحن كناس عاديين مثلا نفكر، والله تعال مثلا لو اختفى القمر شو بيستوي، بعدين تيرس تعال شو بيستوي بالقمر لو اختفى، ولا شو بيستوي فينا نحن لو اختفى القمر. فهي هاي أسئلة إن
إلا نحن كانت تثير اهتماماتنا. تعال يعني مثلا عندك المد والجزر ووايد نحن مثلا عاداتنا وتقاليدنا بالصيد، فهل الصيادين بيستانسون؟ نحن نعرف أن جاذبية القمر تأثر على سطح الأرض وهذا يسبب ظاهرة المد والجزر، فبدون القمر ظاهرة المد والجزر بتحصل فقط مرتين في اليوم عوضا عن 4 مرات في اليوم. وأزيدكم، فبدون القمر فإن سرعة دوران الكرة الأرضية بتزيد، وهذا يعني أن أيامنا بتكون أقصر وبتتغير تواقيتنا ومواعيدنا الحالية لتتوافق مع هذا التغيير. وهذا خبر حلو للصيادين، فتخيلوا لو كل يوم أنت عارف على الساعة 12 بتقوم بأفضل صيدة. تبدأ عملية الصيد بعد ظهر أحد الأيام حيث يكون المد في ذروته. فأهم شيء يعني غير عن السكريبت وغير عن النيلس والعصف الذهني هذا كله هو تأكيد من المعلومات. والشيء الحلو يعني لأن هذا اختصاصنا أولاً، وشيء ثاني عندنا نحن في مركز محمد براش الفضاء عندنا فريق العلمي، فإذا مرات عندنا شوية مثلاً نناقش في أشياء علمية مختلفة عندنا كمرجع، هم كمرجع لنا، فنحن نسير لهم نشاورهم في الموضوع، وهم الحمد لله يعني عندهم معلومات كافية وعلماء وخبراء في هذا المجال. فالحمد لله كل شيء متواجد في مركز محمد راشد الفضاء، وحتى يعني كنطاق عملنا نحن نقدر يعني الحمد لله نقدر نشوف أنواع مختلفة من العلوم والتكنولوجيا، فنقدر حتى نفكر فيها من طرق معينة وطرق مختلفة في هذا النطاق، وكيف نقدر نعرض مثلا البرامج، كيف نقدر نعرض هذه الحلقة بالتخصيص. الشيء الحلو ان حتى الجماعة اللي عندنا في شركة خرابيش الإعلامية هم شوي اختصاصهم يعني في الترفيه، ونحن اختصاصاتنا تقنية وعلمية، فدمج هالفريقين مع بعض يساهم كثيرا مع هذا البرنامج. تذكرون زلزال السونامي اللي ضرب اليابان سنة 2011؟ من خلال الصور اللي التقطها القمر الاصطناعي بيسات 1 وفرنا الدعم لمساعيل إغاثة في عدد من المواقع اللي تأثرت بالزلزال، وبعد لمناطق غيرها اللي تعرضت لكوارث طبيعية حول العالم. يقوم القمر الاصطناعي بيسات 1 برصد التغييرات البيئية باستمرار، بالإضافة إلى متابعة الأحوال الجوية عبر منطقة الخليج، قارة آسيا والعالم. سعيد وسعود، أبا نصايحكم للشباب والبنات في مجال تجربتكم للتواصل الاجتماعي. اهتماماتنا علمية ونوصل هذه العلوم للناس، فاستخدموا هاشتاق المسبار عشان تشاركونا، فلا تنسونا تسألونا ونحن برد عليكم كثر المستطاع وبنشارك معاكم في المحادثات. هذا بالنسبة لنا تحدي كبير، ونبغي يعني السوشيال ميديا يكون باب عشان نقدر نبني ثقافة علمية، ويكون السوشيال ميديا وسيلة إلنا إن نقدر نطور من عمارنا. فنبغي نشكركم على استضافتنا، والله يوفق الجميع ودمتم. شكرا سعيد وسعود على تميزكم في دولة الإمارات وعبر اليوتيوب لتوصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات حول عالم الفضاء وتقريب المسافة للوصول إلى حلم مسبار الأمل. ننتقل الآن مشاهدينا إلى فقرة مشاهير سناب شات. ننتقل الحين إلى سناب شات هشام لهويش واللي يعلمنا عن أكلة غريبة في الفلبين أنا عن نفسي مستحيل أكلها. هذا هو يا جماعة الخير البلوت in Philippines فلبينو، فعمركم لا تطلبون بلوت ولا تلعبونه إذا رحتوا الفلبين، إن طلعتوا منها سووا اللي تبون. هذا فلبيني جايب خويه يبي يجرب عليه هل يستطيع أن يأكل البلوت ولا لا. وشو أقلوقة؟ لأن البلوت بالفلبين هي عبارة عن وجبة خفيفة لطيفة ظريفة تنباع عادة بالشارع. طب وش الوجبة هذه عشان؟ وش تتوقعون ممكن تطلعها؟ وجبة كذا مواصفاتها زينة يحبون الفلبينيين ومشهورة عند الفلبينيين يموتون فيها، لكن طريقته غريبة، يخلون البيضة نص عمر، مو بزينة البيضة لسه ما استوت ولا لا، نص عمر يعني تشكل فرخ البط جوا. شوفوا هذا هو، هذا البيضة، شوفوا لما يفتحها هذا هو، ويأكلونه يقشرون ويأكلون. هذا هو الفلبيني قشروها، طبعا هذا انقلب وجهه شو أكلها، مبسوط مستمتع الفلبينو خويه أكل انقلب وجهه، طبعا تو كان يضحك والحين الرجال إيش.
راح فيها. بشرى سارة لكل من يلعب بلوت، انتبهوا إذا رحتوا الفلبين لا تقولون I want بلوت أو تبي بلوت، لأنه حيجيبون لك شيء غير الورق اللي أنت بيه. شو رأيكم، ممكن منكم تجربون هاي الأكلة؟ الحين بننتقل من الفلبين إلى الكويت، إلى عالم جمال حواء وسناب شات الشيخة ماجدة الصباح، واللي بتخبرنا عن كونتور، مو بالمكياج، كونتور الشعر. نسمع منها. أنا نعرف كونتور الوجه اللي هو إضافة ألوان غامجة لتكوين ظل وألوان فاتحة لتكوين إضاءة. قلنا خلونا نطرح موضوع جديد على الساحة، طلع تقريبا بنص 2015 اللي هو كونتور الشعر. خلينا نشوف الأماكن اللي توضع فيها الألوان الفاتحة والغامجة علشان نتحكم في شكل الوجه. أوكي، تحطين المادة، تبتدين من نص الشعر وتنزلينها لتحت إلى أن يصير أكثر شيء تحت، وبعدين اللي باقي بالفرشة تودينا لفوق بطريقة عشوائية علشان يبين بالنهاية اللوك طبيعي. لأن طريقة الوضع راح تكون حدها تشانكي، يعني راح ياخذون وايد قطع كبيرة، لكن في الشكل النهائي أبداً ما راح يبين. مثلاً الوجه المدور هني، لاحظوا إن حاطين الألوان الغامجة بأطراف الوجه علشان تعطيه طول، لأن ما في طول. في تكنيك معين باستخدام الفري هاند بدون انك تحطين فويل او بيبر او اي شيء، بس بايدك والفرشة فقط. اضافة الوان غامجة في مناطق معينة بالوجه والوان فاتحة في مناطق اخرى، ممكن ان نتحكم باخفاء عيوب الوجه. نفس هالفكرة تنطبق على كونتور الشعر، اضافة الوان غامجة في مناطق معينة والوان فاتحة في مناطق اخرى لتشكيل الوجه، أو أنك تضيفين ألوان فاتحة وغامجة لتكثيف الشعر أو لتخفيف كثافة الشعر. الحين عاد بتكنيك وضع الألوان الغامجة وألوان فاتحة. طبعاً يا بنات كلش ما راح يبين أنه في غامج وفاتح. شكراً للشيخة ماجد الصباح على التواصل الجمالي المفيد، وتحياتنا للأخ العزيز ماجد الصباح. ننتقل الآن إلى اتصال سكايب لمعرفة جديد أخبار عالم التواصل الاجتماعي بعد هذا الفاصل. ومعنا عبر اتصال السكايب الزميلة العزيزة هبة السمت، مدير إدارة الإعلام الرقمي لشبكة قنوات دبي. نمسي عليها بالخير ونقول لك يا هبة نبى معلومات مفيدة لحبايبنا اللي يتابعونا اليوم. مرحبا ديالة، متى كانت آخر مرة قمتي بإلغاء متابعتك لحساب على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وشو هي الأسباب اللي تخلي أي متابع يلغي متابعته لأي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعاً إحنا كأفراد لازم ما نهتم بعدد المتابعين أو إذا شخص ألغى متابعته لنا، ولكن إذا كنت منتج أو شركة الموضوع يختلف، لازم نهتم ونسأل نفسنا 4 أسئلة: ليش خسرت متابعيني؟ شو المحتوى اللي نشرته وكان سبب أن المتابعين يلغون متابعتهم لي؟ وهل المتابع اللي خسرته متابع فعال يضيف للمنتج يضيف لي أو لا؟ وشو أقدر أسوي عشان أحافظ على متابعيني؟ 21% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يلغون متابعتهم للحسابات بسبب المحتوى المتكرر والممل والغير متجدد. 19% يلغون المتابعة على الفيسبوك لأن الصفحة تقوم بتحديث مستمر، طبعاً أي تحديث أكثر من 6 تحديثات في اليوم يكون وايد على الفيسبوك. 8% يلغون المتابعة على تويتر لأن الحساب ما يتفاعل وياهم وما يرد عليهم بسرعة. المحتوى اللي يهتم فيه المتابع هو يكون المحتوى المتجدد، المحتوى ذو صلة، المحتوى التفاعلي، والمحتوى اللي يخلي المستخدم يتفاعل معنا. طبعاً شو المحتوى اللي يفضله المتابع هو الصور، الفيديو والإنفوغرافيكس. تعرفون أن المنصة الوحيدة اللي ما يتم إلغاء المتابعة فيها هي منصة لينكدين؟ صدق هبة، إيش معنى هاي المنصة بالذات؟ السبب هو أن لينكدين هي منصة بروفيشنال، منصة لكل اللي يتميزون بأي مجال. يعني أنت إذا أنا ضفت أي شخص اليوم، أضيف شخص أنا أعرفه وتعاملت وياه واشتغلت وياه، فيكون طريقة التواصل والتفاعل على منصة لينكدين بروفيشنال مع كل الحسابات. نصيحة أخيرة،
لا تكثر من نشر محتوى خاص بالمنتج أو الشركة، فالمتابع ما يهمه هالموضوع، كل اللي يهمه أنه يحصل محتوى يخليه يتفاعل معك بطريقة سريعة. شكرا لك يا هبة، فعلا التكرار دائما ممل، نحاول نجدد دائما في طرحنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي. شكرا مرة ثانية يا هبة، ونتواصل وياك في حلقات قادمة. عالم التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، إما أن يرفعك أو يطرحك، اختر كلماتك بتمعن وانشر نور الجمال في كل مكان. إلى اللقاء. حل اجتماعي لازم؟ قول سنجل أحسن. قول. أنا دارس إدارة وعلم نفس في الولا. يلا. درست العلوم. نسيت. علوم الطيران. علوم الطيران. أعلمك بعد أن أنت شو دار؟ أنت تتكلم طول الوقت بالعامي بعدين تجي للفصحى. ونقدم كل هالمعلومات التي قد تحسن من معرفتهم، ونعطيهم فرصة، يعني فرصة للناس. قرر يا تكون فصحى يا تكون عامية. هذا مال السوشيال ميديا خليك عامية. كل هذا مو بريكورد؟ اوكي تحمسنا نحن. حول هلو. أداة للمدرسين وطلبة الجامعات والمعلمين. في واحد يدرس وفي واحد يعلم، كلهم في نفس المكان. نفس ما قلت لكم في السابق، أنا درست في المتحف في أوكي. فبس لو تعيدين السؤال. بس دقيقة أسأل أفكر شو أقول. سعيد غاندي معكم. سعيد غاندي. لو حابين أي شيء إحنا حروم ألفت يا سالف عندي. زين. عندك هذا ليش تألف يا أخي؟ Because I looked at you حسيت شيء حمسني على تأليف. خلاص. ترى ما بيخلص ترى. نعم. ما تبون تروحون البيت؟ عاد أخاف.